الصيف اللي فات نشرت في الصحيفة اللي برأس تحريرها أربع حكايات مجهلة، يعني بدون أسماء أبطالها. الحكاية الأولى تصريح مهم جدا سمعته مباشرة من مسؤول سياسي كبير جدا، يعني أقدر أقوله دلوقتي أنه هو كان الدكتور فتحي سرور، قال أنه التزوير اللي جرى في مجلس الشورى كان فج جدا، يعني يا ريت ما يتكررش التزوير بنفس الفجاجة في انتخابات مجلس الشعب. الحكاية الثانية على ابن وزير اتخانق وعمل مشاكل كبيرة وتشاجر أمام قرية هاسيندا، القرية اللي بيملكها محمود الجمال واللي بيسكن فيها جمال مبارك مع زوجته خديجة الجمال. الخبر الثالث كان عن فنانة كانت موجودة في بيروت ويبدو أنها تعرضت لموقف أخلاقي غير مناسب جدا بنقوله، يعني ولا نقول اسمها، وكانت حصل خناقة بينها وبين ساري عربي في فندق فينيسيا في بيروت. الحكاية الرابعة كانت حوالين رجل فضائيات مصري ادعت مطربة لبنانية ان انجبت منه طفلا في الحرام. جالي تليفون من شخص مهم جدا، توقعت انه يسألني عن المسؤول اللي قال الكلام ده، ما جابش سيرته، لكنه كان مهتم جدا بمين؟ بالفنانة وابن الوزير وبرجل الفضائيات الذي انجب طفلا من مطربة لبنانيا دون زواج شرعي. التليفون ده كان من مكتب الرئيس محمد حسني مبارك. أقدر أقول إحصائية مهمة جدا، الحقيقة مش أنا اللي شاركت فيها ولا أنا اللي صنعتها، إنما شارك فيها ناس قريبين جدا من حسني مبارك، عاشوا جنبه سنين طويلة من بدايته يمكن إلى ما قرب نهايته. الإحصائية بتقول إن حسني مبارك حكم مصر بنسبة 100% من 1981 لغاية سنة 2000، وحكم مصر بنسبة 50% من سنة 2000 ل 2005، ومن 2005 ل 2008 حكم مصر بنسبة 30%، ومن 2008 إلى ما قبل الرحيل لم يكن يحكم مصر ولا بصفر في المية. بسنة 86 كنت مدير مكتب صحيفة الحوادث اللبنانية في القاهرة، وحصلت أحداث الأمن المركزي، وعملت تقرير صحفي بعنوان الجمهورية الثانية لمبارك، فترتب على ذلك مصادرة العدد. مصطفى أمين كان هو المسؤول في ذلك الوقت على رعاية صحيفة الحوادث لعلاقته بالسيدة أمية اللوزي زوجة الراحل سليم اللوزي. اتصل بمبارك ومنزعجا جدا من المصادرة، فمبارك سأله ومين اللي عمل المصيبة دي؟ فقال له فندم ده صحفي كويس جدا اسمه فلان الفلاني. فاحتفظ مبارك باسمي في ذاكرته بسبب مصادرة صحيفة الحوادث في ذلك الوقت. في 81 الأستاذ صلاح حافظ هو اللي رباني وعلمني وكان أستاذي في روزا اليوسف، شاف مبارك في معرض الكتاب، فمبارك قال له بصراحة يا صلاح أنا مش عاجباني روزا اليوسف اللي احنا تربينا عليها. بدأ صلاح حافظ يمهد لفكرة أن أتولى أنا مسؤولية تحرير روزا اليوسف بكافة صلاحيات رئيس تحرير، ولكن بمنصب نائب رئيس تحرير. وراح لمبارك وقال له أنا بقترح أن يتولى روزا اليوسف فلان الفلان. قال له أنا فاكره يا صلاح من أيام مصادرة الحوادث، هل أنت ممكن تثق فيه؟ قال له يا فندم الصحيفة التي تصادر دليل على حرية الصحيفة، ولكن ليس دليل على حرية الصحافة في مصر. مبارك وافق على أن يتولى روزا اليوسف. كان سعيد جدا بحاجتين. جه هنا يوسف إبراهيم مراسل صحيفة الواشنطن بوست وكتب مقالة بعنوان صحيفة لها أشواك في الشرق الأوسط مشيدا بحرية الصحافة في روزا اليوسف. لكن ما حدث بعد ذلك أنه مبارك اتكلم وعن طريق الدكتور مصطفى الفقي وأبدى إعجابه بما قرأ في الواشنطن بوست. في ذلك الوقت في الحقيقة كان مبارك بيحب حرية الصحافة، وكانت حرية الصحافة هي التي ساندت الأمة في مصر في مواجهة الإرهاب، والتي واجهت بصدرها العاري كل محاولات الفتن الطائفية والإرهابية. ولكن فورا أن انتهت موجة الإرهاب انتهت حرية الصحافة في مصر، وتحالف الدكتور كمال الجنزوري بعد مقالة شهيرة كتبتها عن تكويش على السلطة، وبعد حوار جرى عنيف جدا بينه وبينه في مجلس الوزراء،
تحالف مع بعض رجال أعمال وقرروا ضرب منبرين أساسيين في حرية الصحافة. المنبر الأولاني كان يوم الأربعاء صحيفة الدستور، والمنبر الثاني كان صحيفة أو مجلة روز اليوسف. مبارك كان أول ما حد يكلمه عن حرية الصحافة يقول أنا لن أعاقب صحفي واحد على حرية الصحافة، واتكلموا معاهم. بعد فترة بدأ يقول لهم إيه، ارفعوا قضية. بعد فترة بدأ يقول لهم لفقوا قضية. وهكذا انتهت حرية الصحافة في مصر اللي بدأ بيها، وكان مبارك يرى أنها شيء يستحق أن يكون وساما على صدر النظام، لكنه أصبح عبئا عليه خاصة في السنوات الأخيرة من النظام. أي إنسان حتى إذا كان قديس، إذا قعد هو مدة طويلة في السلطة بيحصل تغيير في شخصيته، بحيث إن هو لا يستطيع تحمل النقد، لا يستطيع تحمل رأي الآخر، هو فاكر إن هو كل شيء بيعمله، ومن ثم اللذة بتتفوق على لذة الأبوة والأمومة. طبعا التخلي عن القوة والسلطة والإفرازات الأفيونية والحشيش والمؤتمرات في المخ بتعمل أعراض انسحاب، زي مدمن الهيروين ما بيجيله أعراض انسحاب، كذلك مدمن السلطة إذا تركها وساب الجاه وساب القوة وساب المال وساب السلطة بيجيله أعراض شديدة جدا. بتمر بمراحل. الرئيس المخلوع عندنا لما قال الخطب بتاعته، الأول كان أول خطبة كان فيها إنكار، تاني خطبة كان فيها غضب، تالت خطبة كان فيها نوع من الأسى والحزن، وبعدين ما قدرش يوصل لمرحلة القبول، ما زال يتأرجح، هو مش مصدق، عنده أزمة هوية. إزاي يشيلوني بعد اللي أنا عملته ده كله في 30 سنة؟ هو مش متصورها أبدا. فكل مرة يجي له أمل تاني، فمش قادر يوصل لمرحلة القبول 100% إلى الآن، لأنه إذا كان وصل في ناس بيقبلوها وبيمشوا زي الملك فاروق مثلا، مش قبلها، وزي ناس كتير قوي بيمشوا. هو قال لك أنا هقعد على أساس إنه هو عنده أمل، هو ما عادش هنا علشان يتحقق معاه، هو قعد هنا على أمل إن الناس تفوق وترجعه تاني. في كل بلاد العالم في مستشارين لرئيس الجمهورية، ولا يقل عدد المستشارين في أسوأ الدول عن 5000 واحد. الرئيس الأمريكي شخصياً له 300,000 مستشار في كل التفاصيل اللي ممكن تخطر على بالنا ولا تخطر على بالنا، لأن المستشار هو العقل الذي يفكر للرئيس والرئيس صاحب القرار. إلا في مصر لم يكن في رئاسة الجمهورية مستشارين، إنما كان هناك مبعوثين. هو الوحيد اللي يعرفهم كان في خريطة، معروف إن فلان يروح لفلان عشان نسأله على حاجة. تقريبا في شهر يوليو 2005 لقيت اتصال من السكرتير الخاص للرئيس مبارك اللواء أبو الوفا رشوان، طلب إنه يقابلني، وكان مكان المقابلة غريب جدا، كان في اتراك الخيل في نادي الشمس اللي هو في شمال القاهرة. شبنا الموبايلات برا ولبسنا جزم رياضية ومشينا في نفس التراك بتاع الخيل، وبدأ في نص المشوار قال لي أنا عندي رسالة من الرئيس مبارك. وقفنا في النص التراك وقال لي الرئيس بيسألك إيه رأيك لو ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية في 2005؟ فأنا كرد فعل غريب جدا، قلت له أنا نهار أسود. فالراجل زهل من رد الفعل، قال لي ليه؟ قلت له أنا بعتقد أنه إذا ما جاء جمال مبارك في ذلك الوقت فإنه لا جمال ولا أبوه من الممكن أن هم يستمروا في الحكم، لأني بعتقد أن المؤسسة العسكرية وأن الجيش في حالة لا نعرفها عن هذا الأمر، وأنا لن يقبل فكرة أن يكون جمال مبارك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ثانيا أنه يعني الناس لسه مش قادرة تتقبل جمال مبارك ولا حتى قادرة تبلعه يعني. المهم انتهى اللقاء على أن نلتقي في مكان تاني. المكان التاني، وكأننا زي الأفلام اللي بتطلع في أفلام المخابرات الأمريكية كده، اللقاء التاني كان على دكة بواب في المهندسين في نفس عمارة بيسكنها أحد أقارب أبو الوفا رشوان. قعدنا على دكة البواب وبدأنا نتكلم في نفس الموضوع،
أنا لم أغير وجهة نظري بأن جمال مبارك على الأقل في ذلك الوقت دون أن نكشف بقية عيوبه لم يكن يصلح في ذلك الوقت، وأنه لو جاء جمال مبارك فإنه لا هو ولا مبارك كانوا هيقعدوا في حكم مصر. مبارك لم يكن حقيقة كريم، ويمكن لو سألته كل اللي اشتغلوا معاه أقول لك الراجل ده بالكتير قوي كان بيعزمنا على سندوتشات فول وطعمية، حتى في مولد النبي كان بيجيب علبة حلاوة واحدة ويدي لكل واحد حتة منفردة. الراجل اللي بدأ حياته ببدلة صيفي زي بتاعت الاتحاد الاشتراكي زمان، البدلة المتواضعة دي اللي تشبه بدل الصين، بدأ بعد كده يروح لأرقى بيوت الأزياء في إيطاليا وهو بريوني وليس كانالي وليس أي حد تاني. عادة البدلة اللي بتيجي عند بريوني بتكون تمنها في حدود 4,000-5,000 دولار، فكيف يمكن انه نائب بدلة تمنها 25,000 دولار؟ طبعا هتقول ده تخريف وان ده كلام مبالغات، انا هقول حتة فنية لان انا قلت نفس الجملة اللي انتوا قلتوها ان ده تخريف وان ده كلام مبالغ فيه. في الصوف انواع معينة بيسموه سوبر 100، ولكن في سوبر 3000. سوبر 3000 عبارة عن ايه؟ عبارة عن الصوف اللي بيتاخد من بطن الحمل اللي عمره لا يزيد عن 4 أو 5 شهور. تخيلوا بقى عشان نعمل بدلة عايزين كم بطن حمل، فأعتقد أن الرقم يمكن أن يكون طبيعي جدا. الحاجة الخطيرة جدا أن يمكن الناس وهي بتتكلم على ثروة مبارك ما انتبهتش إلى أنه مبارك في الحقيقة كان يمكن بيروح لكثير من الحكام العرب وبيقول لهم يعني انه علاء وجمال دول ولادكم. يعني انا قابلت مؤخرا في لندن راجل لطيف جدا له نفوذ قوي جدا في لندن، ولانه هو كان اسمه باسل بوشلاق، هو في فلسطين الاصل يعشق مصر تماما، وكان هذا الرجل هو المسؤول عن حافظه استثمارات الشيخ زايد بن سلطان. قال لي انا كتبت بايدي اول شيك ب 300 مليون دولار لعلاء وجمال. ايضا عمر الزواوي كان مستشار السلطان قابوس، واحد من الناس اللي هم ادخلوا جمال مبارك في الاستثمارات. الحقيقه يمكن المهين في هذه القصص كلها هي فكره اننا نتسول. صحيح ان احنا مبارك هنا كان يتسول على طريق شحاتين لافرنج، لكن التسول هو التسول مهما كان شكله ونوعه وطبيعته. في حديث لي مع الدكتور فتحي سرور قبل يعني شهور من الإجارة، وكنت جد سيرة موضوع التوريث، فقال إنه عمره ما سمع عن شيء يعني لأنه موضوع التوريث، وإنما كان رأي الرئيس السابق أو المخلوع هو إنه إذا كان حد هيخلفه هيكون من القوات المسلحة. وفي سؤال لي شخصيا للرئيس السابق في طائرة الرئاسة كان حول هل سيتم شيء ما بين رحلة الخليج والانتخابات الرئاسية، فسألني حاجة زي ايه، قلت له تغيير وزاري او تعديل في الدستور. فقال لا بعد ما خلص الانتخابات الرئاسية هبص على الحاجات دي، وكان ده معناه انه هيترشح. فده اللي انا شفته وخبرته مباشرة. اي معلومات اخرى ربما تكون عند اخرين انما لم تكن عندي. حب المشير طنطاوي ينزل يشوف القاهرة في ذلك الوقت، لكن كان الزحام اللي الناس فرحانة فيه فلم يكن له حظا سوى أن يكون في مصر الجديدة. أقدر أقول سر كمان حقيقة يعني، وهو أنه كان في رغبة شديدة جدا في الانقلاب على المشير وعلى معظم أعضاء المجلس العسكري، وكان هناك رغبة في تعيين أحد الجنرالات المتقاعدين وزيرا للدفاع بدلا منه، والمفاجأة المذهلة أنه كان سيعين أنس الفي مديرا للمخابرات العامة. أنس الفي مديرا للمخابرات العامة. الحقيقة أنا مع احترام الشديد لأنس الفي إلا أنه إيه الاستهتار ده بالمناصب؟ إيه العبث بالمناصب؟
هي ايه الحكاية؟ هي كانت عزبة؟ هي كانت حاجة غريبة جدا يعني. الحقيقة كان أقرب الناس لحسني مبارك لم يكن يطيق في ذلك الوقت. في يوم 25 يناير لما حصلت الأحداث ما كانش في مطالب برحيل مبارك، كان فقط مطالب بالعدالة الاجتماعية وبالحرية. طلعت أنا على التلفزيون في أحد القنوات الخاصة مع الأستاذ معتز الدمرداش وقلت له والله أنا عندي برنامج من 4 نقاط لإنقاذ مبارك، إذا نفذهم الأمور تمشي طبقا لمطالب المتظاهرين. 1، أن تنفذ أحكام محكمة النقد في مجلس الشعب. 2، أن الحكومة تستقيل. 3، ورحت خابط وقلت أن يحاكم أحمد عز محاكمة عسكرية. 4، أنه يكون هناك لجنة عليا لمكافحة الفساد يقسم رئيس الجمهورية بشرفه أن تنفذ مطالبها. لكن كالعادة كان هناك بطء شديد جدا في كل حاجة، إذا ما جه خد قرار كان باستمرار المتظاهرين بيسبقوه بقرارات وبمطالب قبل كده. دخلت رئاسة الجمهورية، كان حاجة غريبة جدا، المبنى اللي تعودنا ندخله قصر الاتحادية، لقينا أسلاك شائكة وكأننا في دولة من دول أمريكا اللاتينية أيام انقلاب، أسلاك شائكة ودخلنا من باب جانبي وكلاب بلوسية، يعني حاجة صعبة جدا ورشاشات، يعني حاجة كأننا في دولة تحت حكم انقلاب عسكري. على البوابة احنا بنحط التليفونات، كان مقدم في الحرس الجمهوري، الحقيقة راجل أشاد ببعض مواقفي السابقة في الكتاب عن النظام، فأنا من باب التبسط معاه قلت له على فكرة ده أنا قلت لهم برنامج لو كانوا سمعوه ما كانش جرى اللي جرى. وتلقيت أغرب إجابة ممكنة، راجل قدم الحرس الجمهوري اللي على بعد 18 متر من مبارك واللي مهمته حماية مبارك والدفاع عنه قال لي أحسن إن هم ما سمعوش. من الدهشة الراجل اعتقد أني غبي، فقال لي طبعا فهمتني، ودخلنا الاستراحة جابولنا كوباية الشاي الصغيرة. في هذه اللحظة أدركت أن مبارك قد انتهى تماما وأنه لن تقوم له قائمة وأنه آخر واحد كان يعلم ذلك هو مبارك نفسه.